أخبار اليوم. الجلطة وتجلط الدم وعلاقتها بزيادة الوزن أو السمنة. طبعا السمنة بتجيب جلطة في القلب وفي الرئة وفي الدماغ. السمنة مرض فظيع، والسمنة في مصر سببها حاجتين رئيسيتين: الناس ما بتتحركش، ما بتلعبش رياضة بانتظام. تاني حاجة الأكل بتاعنا غلط جدا، يعني أنا حقيقي بتخض أني بشوف أطفال دلوقتي سمان. كنا زمان الأطفال طول النهار يجروا ويلعبوا، وكنت تلاقيهم دايما رفيعين وتتحايلي عليهم أنهم يأكلوا. لا دلوقتي كل واحد ماسك بيتزا وماسك قاعد يتفرج على التلفزيون ولا بيلعب ببلاي ستيشن، فما بيتحركش وبيأكل غلط. فإحنا يعني داخلين على فترة حقيقي الأمراض دي هتزداد جدا، فلازم الناس يبقى عندها وعي تأكل الأطفال إيه، ولازم يتحرك ولازم يلعب رياضة بانتظام. اتكلمنا بقى عن الجلطات وأسبابها، علاقة التدخين بجلطات الدم. التدخين له علاقة مباشرة بالجلطات اللي بتيجي في القلب، هي ملهاش قوي في الجلطات اللي بتيجي في الرجل، لكن جلطات القلب فيتل، انت عارفة فيتل يعني قصدي مميتة. ف يعني أنا مش عارفة الناس ليه بتدخن، يعني حاطين لهم صور فظيعة على علب السجاير، بيغلوا علب السجاير، بيحطوا عليها ضرائب قد كده، والناس مصممة إنها تدخن. واللي طلع جديد طبعا حكاية الشيشة دي، فكل ده يعني الناس بتنتحر ببطء بصراحة، حتى مش ببطء قوي، لأن يعني الجلطات اللي بتيجي في القلب دي حقيقي بتموت في سن صغير جدا.